خطوات فنية لتركيب هذا النظام لإنجاح عملية الاستزراع السمكي داخل المفرخ أو داخل المزارع السمكية؟ إيه الخطوات اللي حضرتك رأيتها في تركيب هذه المنظومة؟ احنا ابتدينا ننفذ الشغل ده في المفرخات بتاعة السمك، لأن احنا بنعاني من مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لسوء المية بتاعتنا في المنطقة بتاعة جنوب بحيرة البرونز. شفنا ان أجهزة الماجناتيك بشكل عام هيكون لها دور هايل جدا في معالجة المية، لأن شفت الكلام ده بره في جنوب شرق آسيا، ولكن في الحقيقة احنا اتعاملنا مع أكتر من جهة علشان نجيب أجهزة تكون لها قدرات فائقة تقدر تعالج لنا المية، وربنا وفقنا ان احنا لقينا جهاز موجود هنا في مصر من شركة محترمة جدا اللي احنا تعاملنا معها، شركة دلتا ووتر، وجبنا الجهاز ده فعلا واشتغلت بشكل تقليدي اللي هو بالسياسة العادية زي ما الناس شغالة. يعني عندنا الأحواض ديت خدنا من الأناية اللي هي بالخرسانة اللي في النص اللي بتنزل على كل الأحواض، ركبنا الجهاز، يعني استخدمنا حاجة بقول عليها يعني ايه فقه الواقع، والمية نزلت بشكل سلسلة كده على الأحواض بدون ضغط، فهو حقق معانا نتائج بس مش بالقدر اللي هو المستهدف يعني. فأنا يعني حاولت ان انا قلت ان احنا من المفترض ان احنا هيبقى فيه طاقة للحركة بتاعة المية مع الطاقة بتاعة الماجنتيك عند مرور المية، وقلنا ان احنا نستخدم الضغط الخارج ان احنا نعمل الشكل اللي هو في الخلف ده، نعمل مسطح من المطر على ظهر الحوض بتاع الزريعة، وبكده احتكاك قطرات المية مع كمان مع الجو الهواء الجوي هيزود من نسب الأكسجين، يبقى كمان احنا استفدنا من ناحيتين من الماجنتيك. والدكتور أحمد نور الدين يمكن اتكلم على العد البكتيري وعلى الطفرة الكبيرة اللي حصلت، وبالنسبة للعد الطفيلي المنخفض جدا بعد ما خدنا العينات، وتكاد في المرة الأخرانية ديت يعني ان المعدلات تقريبا تكاد معدلات التسقيط او النفوق عندنا تساوي صفر تقريبا. ونتعشم هذا لان احنا النهاردة اخر نهار هيتم حصاد هذا الحوض والحوض المقابل له اللي هو فيه نفس العد بتاع الزريعة، وإن شاء الله هنبشركم بأمر جميل وطيب بإذنك يا كريم يا رب.